هذا أرخص موبايل نزل للسوق هاي السنة، وبنفس الوقت الناس من تسمع شيء رخيص تفكر إنه هذا جودته سيئة أو مو زين، بس هذا الموبايل اليوم راح يصدمكم. إذا عندك 100 إلى 125 ألف وحارش تأخذ بالوقت الحالي، فأنا أقول لك إنه هذا الجهاز من ريلمي النوت 50 راح يكون هو أفضل خيار بالوقت الحالي. شو وقت إنه هذا المعالج ما مخصص لاستخدام الألعاب، بس مع ذلك جربت أستخدم ألعاب مثل لعبة ببجي اشتغلت عندي 30 فريم. جربت استخدم العاب ثقيله مثل باتل برايم، وايضا اشتغلت اللعبه عندي على اعدادات منخفضه بس ما كان بيها اي لاج او اي تقطيع. 5000 ملي امبير، وانا بالنسبه لي اشوف هذا التحدي جدا كبير، زائد التصميم للباك هو من نوع المات واللامع جزئين، والحواف هي حاده نوعا ما من الاسفل موجود نبل شحن التايب سي، وعندي موجوده بصمه بجنب الهاتف. داخليا وخارجيا يعني مصنوع من هيكل قوي وطبقة حماية قوية على الشاشة بنسبة 18% مقاومة الخدوش والصدمات ومقاومة لرذاذ الماء والغبار معيار IP54. جربت اختبارات الجودة والمتانة لهذا الجهاز من ناحية السقوط وأيضا سكبت ماء عالية وأيضا تكسير الجوز، وصراحة الجهاز قاوم